السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم بوغ، عشكم مباركة. اليوم إن شاء الله غنصوم معكم مليويات ديال الخليع. خليكم معي. بسم الله. كناخدو جوج زلايف ديال الطحين فورس، وزلافة ديال فينو، جوج زلايف طحين فورس عامر اللي بانوش كنقوب بين هكا، المهم جوج زليفات، زلافة سميد، فينو معروف. كنحتاجو شوية الخميرة، هي شوية باش يجيونا مرخفين، وشوية الملح ماشي بزاف لأن غنديرو أكريش ملح. هاهو طريفات ديال الخليع مقطعين رقيقين. غادي نحتاجو شوية زيت، رومية، شوية سميد سميدة ولا الفينو باش نفرقو بين الورقة والورقة. هادو هما المكونات اللي عندنا باش غنحتاجو المليويات ديال الخليع. نبداو على بركة الله. ناخدو الفرص زلافة هي اللولة، نعودو في التغربل وخا مغربل نقي، نزيدو التانية، نزيدو التالتة ديال السميد، ماشي سميد فينو، أنا تنقولو سميد. نديرو قبيصة ديال الملحة على حسب، وشوية ديال الخميرة، كنعجنوه بالماء دافي. هادشي اللي كاين. بسم الله. دابا غادي نبدا نعجنو، غادي نخلطو. نلبيوها خفيفة شوية ماشي قاصحة. بركة الشي كافي ديالنا، تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء دافي. دابا غادي نجمعوها، باش ما نطولوش الفيديو. دابا غادي نجمعها، غادي ندلكها معاكم. تندلكوها واحد شوية، كنغطيوها ونخليوها حتى ترخف ونرجع معاكم. دابا غنحيدوها من القصرية، غادي ندلكوها فوق البوطاجي راه نقي. كندلكو مزيان هكدا بهاد الطريقة. بين قاصحة وخفيفة، بين قاصحة وخفيفة، كنديرو لها هكدا، كنبدا كتسمع كطرطق، دابا نرجعوها للقصرية ونخليوها تترخف. دابا غادي ندهنوها شوية بالزيت من الفوق هكدا، وغادي نبداو نقطعوهم بهاد الطريقة على حسب كل واحد قداش بغا يدير الملاوي. أنا غناخد هاد القياس هكدا، غادي نبدا نحط في الصينية حتى نكمل كلشي. غنديرهم شوية كبيبرين ماشي صغار هكدا، قياس واحد. كنشد العبار في يدي بهاد الطريقة، غادي نبدا نحطو هكدا. كمل وهاني معاكم. دابا حنا كملناهم، غادي ندهنوهم بالزيت. خليكم معايا، نركعو بحال هكدا، ندهنو بالزيت هكدا بلا زبدة بلا والو، حيت في البليد غنديرو البليدة كنخليها. هاكدا
دابا ندهنهم كلهم ونخليوهم، غنجيبو شي حاجه باش نقرصو، نبداو نعمرو بالعكايش يعني اللي دام الخليع كلهم بهذه الطريقه اللي كندهنو باش ما يتقشفوش من الفوق. دابا حنا بالجبنه باش غادي نبداو نقرصو، غادي ندهنو هاد البلايصه اللي غنخدمو ونرقو، نجيبو العجينه هكدا وغادي نبداو نطوعوها، غادي نبداو ندهنو. خليكم معايا. بسم الله بهاد الطريقة، وكنحطو تيترخفو حطو شادو شوية مكيتيريوش هكدا بوحدة بوحدة بهاد الطريقة، كنطوعو باش يجيونا ساهلين هكدا. غنبداو نهزو من اللولة، ندير واحد خمسة ولا ستة ولا ربعة على شحال قديتي هكدا وكدهنو. دابا غادي نهزو اللولة هي هادي، غادي نرقوها مزيان بالطريقة، نخلوها ترخف مزيان بشوية بشوية باش متقطعش، غادي نورقو حتى يبان لينا هدا. دابا هي كملناها، كناخدو شوية الخليل كندهنو على هاد الوجه هكدا، وكنطوعو كاين اللي كيدير الطحين لا الفينو ولا السميدة، غي شوية هكدا كنبداو نطويو هكدا، نبداو نطويو هكدا، كنزيدوها شوية تخليوها ترخف باش تخليوها تسيرو هكدا، كنزيدو شوية الميدة متخليه، كنبداو نوسعو هكا بهاد الطريقة، نزيدو شوية هكدا هكدا هكدا، كنخفوه كنزيروش هكدا، كنشدو هادي هاهي نقرب هاديكم، هادي كنطويوها بهاد الطريقة، كنجيبوها هكدا كنخشيوها في الجناب هكدا، كنحطو. دابا غنزيد معاكم هاد الوحيدة، كندهنو كنطلقو هكدا، نحاولو منقطعوش، نحطو مزيان هكدا، فوالا كناخدو شوية من هادشي ديال الأخ أكريش، كندهنو هكدا، كناخدو شوية السميدة حتى هي كندردروها هكدا، وكنبداو نطويو بحال غنصوبو الرغايف هكا، كنطوعو شوية، كنزيدو شوية الخليع من هاد الفاس، وكنتيريو، نزيدو شوية الزيت، وكنبداو نطويو بحال هكدا، كنخليو تقريبا واحد جوج صبيعات، وكنطويو هكدا. هكدا كنزيدو نوسعو شويه، وكنلويو الرغيفه، وكنشدو هاد الفاس كنتيريو هكدا باش كنخشيو في هاد الجنيبات ديال الملاوي، وكنورقو بهاد الطريقه هاهي، وكنخليو حتى كنكملو كنعقلو على الاولى والثانيه، وكنبداو نخبزو. فوالا هكدا نكمل وانا معاكم.
من بعد دابا غادي نبداو نخبزو في المقله يعني بالجبن معاها. هكذا غادي نكرسو خبيزات هكذا غير شويه من البلاط، ما نرقهمش وما نخلطهمش بالطريقه. بسم الله نديرو في القيمه هكا، نزيدو حيده اخرى ثاني تنكرسوها بهالطريقه. نخدم لي الثانيه لي سابعاها كتكون شوف كدا قاصحه، كنخلوها تخف باش ما نزربوش عليها. كنديرو شويه الزيت تنبداو نخليو جوج في ثلاثه، نزيدو الثالثه هكدا. بسمو فوالا نزيدو الثالثة في الجنب بهاد الطريقة، أو كنمشيو على هاد الطريقة حتى كنكملو الخبيزات كاملين. كيجيو لذاد تيحمقو، نبداو نقلبوهم، نديرو ليهم غير نص طيبة بحال هكدا. هادي البركة عليها غنخبعوهم، يبردو نخبعو في الفريغو تيبقاو طريين بهاد الطريقة هادي. شوفي معايا نزيد معاكم حيدة أخرى، فوالا هكدا تيجيو تيشهيو. نوريكم معاكم الحيدة ها هي، شوف شكون كيجيو هي بقى سخونة. نكمل ونرجع معاكم، نديرو ليهم غير بسيط. شوف تبارك الله كيجي بشهوة واحد شوية. نكرش شوية الزيت باش نقلبوهم، جونا ساهلة كيتقلب هكدا، جونا ساهلة. كنخليوهم كنحيد معاكم هادو، كنديرهم غير نص طياب راه مطحنو شوية. هذا القاسم هادي نخليها تنكملها ترجع لها. الحلويات واجدين، شتو تبارك الله، نحلو معاكم تيهبلو وخفاف بالصحة والعافية. ها ثلاثة الزليفات راه باقي عندي تقريبا نصف هذا، عاد غنكملو إن شاء الله. إوا عواشكم مباركة ورمضان مبارك سعيد وشهر مبارك علينا وعليكم. Bye bye.